السلام عليكم خوتي خواتاتي، مرحبا بكم في القناة. نتمنى كتشوفوا هذا الفيديو نتوما بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا الحشوة ديال تاكوس. غادي نحتاجوا في الحشوة ديالنا شوية ديال القزبر ومعدنوس، شوية ديال البصلة، شوية ديال الفرماج، البطاطا ديالنا. شوفوا البطاطا ديالنا على حساب شحال ديال الكمية اللي بغيتو ديال البطاطا. انا احتاجيت 4 ديال الحبات، والدجاج المفروم، شوية ديال المطيشة، شوية ديال الفليفلة خضراء، وشوية فليفلة حمراء. هانتوما خوتي خواتاتي، سلقنا الفريت ديالنا باش ما تشربش لينا الزيت ان شاء الله. البنات دابا غادي نوجدو لاصوص ديالنا. غادي نضيفو البصلة الخضارية، تحار لينا ان شاء الله مع الزيت. دابا ان شاء الله غادي نضيف مطيشة باش تطلق لينا البنات الماء، باش تطلق لينا البصلة ومطيشة يطلقوا لينا الماء. غادي نبقى نحرك انكم ديروا حتى البصله العاديه الا متوفره عندكم ديروها. دابا ان شاء الله غادي نضيف الفليفله الحمراء والفليفله الخضراء كذلك. نستمروا في التحريك. دابا ان شاء الله غادي نضيفوا التوابل. غادي نضيفوا الكركم. شوية ديال التحميرة أو البابريكا. ممكن أنكم تضيفوا المنسمات اللي بغيتو. شوية ديال الملحة. شوية ديال الإبزار. عناصر ديالنا كاملة. ممكن انكم تنسموها باش ما بغيتو.
وكذلك شويه ديال القزبر والمعدنوس. غادي نترككم هكايا يطيب لينا الخضر ديالنا ان شاء الله، من بعد نتلاقاو ان شاء الله. هانتوما البنات، من بعد ما طاب لينا لاصوص ديالنا اللولة كنديروا ليها نصف طايبه، زعما تكون غير شويه طايبه، ما طايباش بزاف باش تطيب لينا. ابخي هانتوما يا البنات، دابا خدينا كاس ديالنا ديال الحليب وغادي نضيف ليه معلقه كبيره ديال النشا. غادي نحرك العناصر كامله، عبرت انا غير بمعلقه صغيره، نتوما من الاحسن ديروا معلقه كبيره. غادي نضيف ليه شويه ديال البزار، حيت من قبل درنا البزار. هانتوما البنات، غادي نخليو دابا الدجاج ديالنا غادي نخليوه شويه. هانتوما البنات، من بعد ما تشحر لينا الدجاج ديالنا دابا غادي نضيفو عليه ديك لاصوص اللي صاوبنا ديال الحليب والنشا وشويه ديال الابزار. غادي نبقاو نحركو الدجاج ديالنا. بغيت البنات نزيد نضيف الملحه حيتاش الفرماج ديالنا ومقبل درنا في لاصوص الاولى ضفنا الملحه، داكشي علاش ما بغيتش نضيف دابا الملح. ونحركو بحال هكايا حتى يشرب لينا الدجاج ديالنا لاصوص. نزيد البلطان، نحركو بحال هكايا، نستمرو في التحراك حتى يمشي لينا لاصوص ديالنا الحليب والزعتر والنشا. نضيف على لاصوص ديالنا شويه ديال الفرماج اللي حكيتو. ان شاء الله غادي نصاوبو صوص الجيريان. غادي نحتاجو معلقه ديال مايونيز،
ورقة كبيرة. غادي نحتاجو كذلك الى عندكم كاتشات ديروه، ما عندكمش ديرو غير صلصه ديال الطماطم، ديرو معلقه كبيره. غنحركو العناصر ديالنا كامله. دابا غادي نزيد شويه ديال المايونيز. الا بغيتو تضيفوا ليها شويه ديال الحار، صلصه الحار ضيفوها عليها كتجي زوينه. الناس اللي كيعجبهم الحار يضيفوها عليها. غادي نديرو الفخيت ديالنا دابا يطيبو ان شاء الله. فوالا البنات، ها هو الطاكوس ديالنا، الخبز ديال الطاكوس ديالنا. دابا غادي نديرو صوص لاجيا هي اللولى. غادي تبعو البنات هاد المراحل، غادي تجيكم الطاكوس زوينة ان شاء الله، وغادي تعرفو شنو صاوبتو براسكم. دابا غادي نضيفو لاصوص ديالنا التانية اللي هي مطيشة وفليفلة وبصلة. غادي نضيفو اللحم ديالنا، كذلك صوبناه مع الحليب والنشا وشوية ديال البزار. نضيفو لي فخيت ديالنا لي صوبنا كذلك مع بعضنا البعض. شويه ديال الفرماج، ممكن انكم ديرو الفرماج لاخر. دابا الطريقه ديال الطويان اللي غادي نديرو، غنديرو بحال هكا بحال هكدا بحال هكا، ثم كذلك هكذا صافي. وغنديرو ليها بحال هكا، وغادي نتسناو على الباليت ديالنا تسخن، وغادي نديروها ان شاء الله في الباليت. فوالا البنات، ها هو الطاكوس ديالنا، الخبز ديال الطاكوس ديالنا. دابا غادي نديرو صوص لاجيا هي اللولى. غادي تبعو البنات هاد المراحل، غادي تجيكم الطاكوس زوينه ان شاء الله، وغادي تعرفوا شنو صاوبتو براسكم. دابا غادي نضيفو لاصوص ديالنا الثانيه اللي هي مطيشه وفليفله وبصله. غادي نضيفو اللحم ديالنا، كذلك صوبناه مع الحليب والنشا وشويه ديال البزار. نضيفو الفخيت ديالنا اللي صوبنا كذلك مع بعضنا البعض. شويه ديال الفرماج، ممكن انكم ديروا الفرماج لاخر. دابا الطريقه ديال الطويان اللي غادي نديرو، غنديرو بحال هكا بحال هكدا بحال هكا، ثم كذلك هكذا صافي. وغنديرو ليها بحال هكا، وغادي نتسناو على الباليت ديالنا تسخن، وغادي نديروها ان شاء الله في الباليت.
تكون تانية البنات باش تكون سهلة. كنضيف كيف ما قلت لكم في الطبقة الأولى كندير صوص ألجيريان، كندير أبخي لصوص ديالنا التانية. ناخذ اللحم قطع ديال الدجاج وشرائح الدجاج كل واحد شنو كيقول ليه، نديرو لي بخيت ديالنا كطيب لينا طاكوس الاولى ديالنا. الا كنتو كتسمعو شي صوت كطيب في لاباليت ديالنا. هانتوما كيف ما كتشوفو كنشد الاولى هكا نشد الثانيه هكا هكذا، مخصهمش يفتو ليكم البنات، كنشد بحال هكذا طالعة اخرى بحال هكا وغنقلبها بحال هكذا وغادي نتسنى لاباليت ديالنا تكمل لينا الطاقوس الاولي اللي درنا ونكملو نديرو تاني هذه الطيب، وحنا غاديين بحال هكا حتى نكملو الطاقوس ديالنا كاملة. هانتوما البنات كيف ما كتشوفوا من بعد ما كملت الطاقوس ديالنا في الطياب هذا هو الطبق النهائي. هانتوما كيفاش كتجي من الداخل، قدمتها مع مايونيز وشويه ديال الكاتشب وشويه ديال لي فخيت. هانتوما دابا طاكوس عرفتو المقادير اللي كنحتاج فيها، طريقه سهله مهله، غير جربوها غادي تنال الاعجاب ديالكم، وبطبيعه الحال غادي تعرفوا شنو كتاكلوا حيتاش كتكونوا صوبتوها بيديكم، ماشي بحال كي كتباع ديال الزنقه كتبقاو مشطونين كتقولوا ما نعرف شنو صوبوا فيها شنو هادي. هانتوما دابا شفتوا معايا طريقه التحضير ديال طاكوس، نتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها بطبيعه الحال. هانتوما كيفاش كتشوفوا، غير جربوها خوتي خواتاتي وردوا عليا ان شاء الله، وكيف العاده حقكم في الجنه وسمحوا لينا شي وحده الا كانت كتوهم تسمح لينا، ومرحبا بكم والف مرحبا. نخليكم دابا في امان الله، استودعكم الله، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.